بهدف إسعاد المواطنين وتقديم خدمات تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم في شهر رمضان المبارك. أكملت مراكز توزيع الأغذية التابعة لدائرة البلديات والنقل المدعومة للمواطنين استعداداتها في كل من مدينتي أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وذلك بزيادة كميات المواد الغذائية المدعومة وتوفرها في أفرع الجمعيات التعاونية المشاركة. شهر رمضان المبارك تعمل دائرة البلديات والنقل على تكثيف الجهود وزيادة الطاقة التشغيلية وزيادة عدد المركبات التوصيل، وبالإضافة لنحن خفضنا الأسعار للعدد 47 مادة غذائية. وطبعا هذه الجهود كلها على أساس أن نحن نقدم خدمة متميزة وبدون تأثير أو بدون تأخير لتوصيل هذه الطلبات. مجموعة كبيرة من المواد الغذائية مخفضة السعر ستتمكن الأسر المواطنة المستفيدة من الميرة الرمضاني الحصول عليها بقيم وتخفيضات كبيرة مقارنة بأسعار الأسواق المحلية. كما يمكن للمستفيدين طلب السلع الغذائية إلكترونيا من خلال منصة الدخول الذكي سمارت هاب ومنظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة تم، والاستفادة من زيادة سقف الطلبات الإلكترونية للمواطنين لتسهيل عمليات الشراء عبر الإنترنت والسيارات المخصصة لعمليات توصيل طلبات الشراء إلى المنازل بما يتناسب مع القواعد الصحية.